قد ايه الجيش بيلعب دور سياسي واضح للعيان، كل الناس شايفاه وكل الناس بتسأل ليه الدور السياسي ده للجيش، ليه الجيش في مقدمة المشهد بالشكل ده تحديدا، اتحول او مد بسبب اتفاقية كامب ديفيد او توقيع اتفاقية الصلح مع اسرائيل في 79 اتحول لشركة تجارية، ومرور الوقت بعد 30 سنة من توقيع الاتفاقية او بعد 40 سنة من توقيع الاتفاقية النهاردة بقى مجرد شركة هي الربح. فكبار الجنرالات اللي موجودة جوه الجيش ده هم جزء من الطبقة الحاكمة بيلعبوا دور، بالإضافة إنهم هيئة أركان مسلحة بتحمي بالدبابة وبالطيارة وبالقوة المسلحة مصالح الطبقة الحاكمة دي، كمان بيحموا مصالحهم هم، بيحموا ما يمتلكوه وما رقموا خلال الأربعين سنة. الجيش بالفعل راقم ثروة مهولة جدا خلال الأربعين سنة اللي فاتوا، تقدر بأقل التقديرات ب 25% من الاقتصاد القومي. في ناس بتقول ان هو انها 15%، في ناس بتقول انها 45%. انا في تقديري نوع نقول الرقم المتواضع اللي هو 25%. 25% من الاقتصاد القومي، احنا الاقتصاد القومي عندنا بيتجاوز 2 تريليون جنيه مصري، فمعنى كده ان الجيش تحت ايده اقتصاد تقدر قيمته ب 500 مليار جنيه. ال 500 مليار جنيه دي اصول اقتصاديه بتدر على الجيش او على المؤسسه العسكريه او على كبار الجنرالات على الاقل عشرات المليارات من الجنيهات سنويا. بالتاكيد الجيش ده مش كله مستفيد من عشرات المليارات اللي بنتكلم عنها دي من الاطباع السنويه، لا، المستفيد فقط هم كبار الجنرالات. على اقصى تقدير نقدر نقول 15% من المؤسسه العسكريه مستفيده من ارباحها، وال 85% لا اما انهم ضباط او صف ضباط او مجندين. انا عايز اتكلم على شويه سمات بتميز اقتصاد الجيش. مثل بسيط، اكيد كلنا بنشوف لو راكبين ميكروباص او راكبين تاكسي او راكبين عربيه بنشوف محطات البنزين وطنيه. محطه وطنيه دي الجيش كان بيمتلك بس سنه 92 بيمتلك 6 محطات. في عموم البلد كلها كان بيمتلك بس 6 محطات. 2002 كان بيمتلك 22 محطه، يعني تضاعف عدد المحطات خلال 10 سنوات، تضاعف في حدود 4 مرات من 6 ل 22. نشوف الرقم في 2011 وصل لقد ايه؟ وصل الرقم في 2011 ل 400 محطة. بقى بيمتلك الجيش 400 محطة من محطات البنزين. دي بتشكل تقريبا 13.5% من عدد المحطات الموجوده في البلد كلها، سواء كانت موبيل او كده او غيرها. احنا عندنا في مصر 3000، الارقام دي كلها ارقام 2011. بالتاكيد النهارده كلنا بنشوف في الطرق الجديده في توسع ما زال قائم فيما يتعلق بانشاء محطات جديده من محطات وطنيه. فالجيش فده بيورينا نمط توسع الجيش في مشروعاته. الجيش مش بس شغال في توزيع المواد البتروليه عبر محطات زي محطه وطنيه، لا، ده شغال في من اول الميه المعدنيه كلنا بنشوف صافي، لغايه الكيماويات، لغايه الانابيب البترول ومواسير المياه، لغايه الكيماويات، لغايه الاسمنت، لغايه الانشاءات، لغايه وغايه وغايه. يعني ما في مجال الجيش ما بيدخلش فيه. والقصه بتاعتنا النهارده دي قصه الترسانه البحريه او ترسانه الاسكندريه، موضوع في غايه الاهميه ان احنا نشوفه، لان ده كمان بيبين النمط اللي الجيش بيتوسع من خلاله. في قصه
محتاجين ناخد بالنا منها خلال الشهور اللي جايه او ربما السنوات اللي جايه. الحديد والصلب زي ما احنا عارفين ما بيمرش سنه او اتنين الا لما بيبقى فيه اضراب كبير، ان الشركه بتخسر والعمال بتتعب وطالع عينها، ومن حقها انها تطالب بارباحها السنويه، والدوله ما معهاش انها تدي، فبتقمع بتحاول تقمع، لكن العمال في النهايه عمال حديد الصلب في النهايه بينتصروا. ده كان وضع الترسانه البحريه. المؤسسه العسكريه زيها زي اي راس مالي، زي ما قلت ان دي الحاكم دلوقتي جوه المؤسسه دي. يعني هما لما بيقعدوا على ترابيزه الاجتماعات، لو في حاجه اسمها مجلس اداره الشركه دي او المجلس العسكري، هما بيقعدوا يتناقشوا في طبيعه الشركه دي، في الربح، ان هما ازاي يحققوا اقصى ربح. مشكلتهم الحقيقيه مثلا ان هما ما عندهمش مصانع اسمنت، لكن هما عندهم نشاط اعمال قوي جدا فيما يتعلق بالانشاءات، سواء كانت انشاءات عقاريه، مباني، عمارات او كباني. فهم لازم يبقى عندهم مصانع اسمنت، فعشان كده بينشئوا مصانع اسمنت. بالتاكيد لو كنا في اللحظه دي النهارده من وضع المؤسسه العسكريه فيما يتعلق بحجم اعمالها الانشائيه، كانوا لو الوضع ده كان موجود في التسعينات، كانت كل مصانع الاسمنت اللي استحوذ عليها القطاع الخاص كانت راحت للمؤسسه العسكريه. المؤسسه العسكريه خدت بالقيمه الدفتريه الترسانه البحريه. الترسانه البحريه بعد ما خسروها زي ما بيخسروا الحديد والصلب لصالح شركات الحديد والصلب الخاصه، زي سواء العز، عز التخيله، او ابو هشيمه، او غيرهم، او فيشاي، او غيرهم من مصانع الحديد الكبيره، بيخسروا الحديد والصلب علشان نفس اللعبه اللي اتلعبت مع الترسانه البحريه تتلعب مع الحديد والصلب. من مصلحة المؤسسة العسكرية النهارده في ظل تكامل ان هم بدل ما يشتروا حديد للانشاءات اللي هم بينشئوها والكباري اللي هم بيقوموها، بدل ما يشتروا حديد من الغير، بالتأكيد من مصلحة الشركة دي اللي اسمها المؤسسة العسكرية ان يبقى عندها مصنع للحديد والصلب. فهم هيموتوا على مصنع الحديد والصلب. واكيد اللي متابعين ملف الحديد والصلب في اخبار كتير حوالين، يقول لك مش عارف ايه، انهم هيدخلوا شركه الشركه الوطنيه او جهاز الخدمه الوطنيه هيدخل شريك في الحديد والصلب من اجل التطوير. القصه الرئيسيه انهم عايزين يستحوذوا على الحديد والصلب. بالتاكيد الاستحواذ ده ليه علاقه كمان بعسكره العمل، زي ما الاستاذه سوزان هتتكلم والاستاذ سعود هيتكلم، ليه علاقه لان ده كمان هيقمع. يعني الترسانه بقى الترسانه البحريه بعد ما كان عدد عمالها تجاوز ال 6000 عامل، انا ما اعرفش دلوقتي عدد العمال بقى قد ايه، بس لا، في اللحظه اللي الجيش استحوذ فيه على الترسانه البحريه بقيمتها الدفتريه، خدها برغم انها كانت مطروحه، كان هيشتريها ماليزيين، مستثمرين ماليزيين، باكثر من 450 مليون جنيه، هو استحوذ عليها بقيمتها الدفتريه، بالقيمه اللي مكتوبه في الدفاتر. خدها مجانا تقريبا، خدها مجانا، وكل الارباح اللي في الترسانه البحريه النهارده بتروح للجيش، بتروح لجنرالات الجيش اللي هي محدش عارفها اصلا، لانها بره حدود الميزانيه وبره اي دفاتر رسميه ليها طبيعه رقابيه. يعني احنا ما نقدرش نعرف بالظبط الترسانه البحريه دي بتكسب قد ايه وبتخسر قد ايه، خلاص بقت مؤسسه عسكريه، ولانها بقت مؤسسه عسكريه هم بقى بيعسكروا العمل جواها. نفس القصه دي اتلعبت في الثمانينات مع شركه الكيماويات الوسيطه، استولوا عليها بنفس الطريقه وخدوها بالقيمه الدفتريه. فزي ما كان في خصخصه من احمد عز من ناحيه بيستولى على حديد الدخيله، المؤسسه العسكريه كانت بتستحوذ وتستولى علشان تكمل المقتنيات بتاعتها، يبقى عندها مصانع للاسمنت، عندها مصانع للكيماويات، عندها مصانع. فالفكره الجوهريه ان هو بيفكر ك زيه زي اي مقاول كبير، زيه زي اي راس مالي كبير، ان هو ازاي يخفض من التكاليف عنده، وبالتاكيد اقل تكلفه لما يكون هو بينتج بنفسه. بالتاكيد لو هو زي ما حكيت بيمتلك مصنع اسمنت، وشفنا ايه اللي حصل في مصنع اسمنت العريش لما كان في احتمال
جاكابز دخل بالدبابات قتل العمال. يعني فقصة العسكرة دي ليها علاقة بانه كمان بيطمع بصورة مرعبة وبصورة غير طمنين. والمؤسسات يعني ماشي نقول مصنع اسمنت العريش هو اللي انشأه، لكن الترسانة او كل المصانع اللي هو عليها، ودي ممكن تبقى في ندوة تانية نتكلم على مخططات الجيش للاستحواذ على المصانع في الفترة اللي جاية شكلها عامل ازاي. انا اسف ممكن في المناقشة نتكلم، علشان انا في ربع ساعة بس مفترض اتكلم فيها، وفي حاجات كتير ممكن عايز اقولها، بس ممكن في الاسئلة لو في اي اسئلة حضراتكم عايزين نتناقش حواليها متعلقة باقتصاد الجيش، هبقى سعيد بالاجابة.